لقبول تأديب المعرفة. تعبير غريب أوي. أصل المعرفة توجع، المعرفة الصح توجع، زي ما هيحصل كده بنعمة ربنا خلال إيه السنة دي، لأن احنا هناخده في 3 أرباع سنة على الأقل. هتلاحظوا إن في كلمات بتوجع، لأنك حسيت إن الكلمة دي بعيدة عنك، أنت كسرها، أنت مش ملتزم بيها، أو نخست فيك حتة، أو شاورت على غلطة جواك. تأديب المعرفة يسموه، تأديب المعرفة. زي أي حد بيربي عياله بيشجع، لكن في وقت بيوجع بكلمة، بيشاور على غلطة. فحتى لو الواحد يعني ما تأثرش، بتفضل تزنه جواه، دي حاجة كويسة، عشان دي اللي بتصلح السلوك بعد كده. لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة. في واحد هيقول ما كلها كلام زي بعض، هي الفروق بينهم بسيطة لكن كلهم في نفس الاتجاه. ما هو الحكيم حقاني وعادل، يعني أقول لكم ظاهرة تورينا أنه أغلبنا مش حقانين. أنت بتجامل نفسك في حاجات، ونفس الحاجات اللي تبلعها لنفسك تلوم عليها الناس، تبقى مش حقاني. يعني لما تتأخر في ميعاد معاك عذرك، ولما حد يتأخر معاك تبقى متغاظ، تبقى مش حقاني، تبقى مش عادل. مش انت عذرت نفسك، اصل السكة كانت واقفة، اصلك كنت تعبان، طب يبقى تعذر كل الناس، خليك حقاني. انك انت في حاجات ايه تفاصل فيها، ولما حد يجي يفاصل معاك تتغاظ، طب ما انت بتفاصل في الليمون، حتى بتفاصل، يجي واحد يفاصل معاك في حاجة بسيطة تتغاظ، طب ما انت يبقى، وممكن تتغاظ وتعملها زعلة. يعني انت مش اهوان، انا كلمتي واحدة يا راجل، كلمتك واحدة، ما قعدت تقول 10 جنيه و5 جنيه، يبقى اساسا سلوكك ما فيهوش عدل او ما فيهوش حق، لانك مش حقاني قوي. فاحيانا في امور عندنا ملتوية برضو عاوزة تتصلح. فلما يقول الحق والعدل والاستقامة، هي كلمات كلها تورينا لا احنا مش مظبوطين قوي برضو، احنا في حاجات كتيرة معوجة لسه. فشطارة سفر الأمثال إنه يظبط الخط، يعدله، يبقى خط مستقيم، يبقى سلوك مستقيم، تبقى كلمة واحدة بجد، يبقى اللي تقبله على الناس تقبله على نفسك، واللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على حد، وتبقى صح دايما، صح دايما. مش عشان تتفاخر وتتباهى، لأن الروح القدس اللي فيك يخليك صح، لأن ربنا إله كل الصح، إله الحق، إله الاستقامة، وانت تبعه دلوقتي.